وللحديث عن التطورات السياسية والعسكرية في سوريا وتأكيد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بالنظام السوري، معنا من إسطنبول العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري والسياسي السوري. أهلا بك سيادة العقيد أحمد. بداية، ماذا يعني إعادة تأكيد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بالنظام السوري وعدم رغبته بزيادة العلاقات الدبلوماسية معه؟ تفضل. السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. كثرت في الآونة الأخيرة التحرك باتجاه النظام من خلال بعض الدعوات، أولا لعودته إلى جامعة الدول العربية، اثنين المشاريع الاقتصادية الأردنية التي سعت إليها الأردن عبر طريق أو خط الغاز وخط الكهرباء إلى لبنان، وكذلك عودة الإمارات. لذلك التأكيد الاتحاد الأوروبي اليوم وكذلك الولايات المتحدة والدول التي اجتمعت في بروكسل كذلك أكدوا رفض يعني العلاقات مجددا مع هذا النظام الإجرامي الذي قتل شعبه والذي لم يتقدم باتجاه الحل السياسي أو تنفيذ القرارات الدولية. لذلك حتى هذا الرفض ليقول لأولئك الذين يهرولون باتجاه هذا النظام بأن لا إعادة مرة أخرى لتعويم هذا النظام، هذا النظام أجرم وعليه أن يدفع ثمن جريمته. سيد أحمد، أمام هذا الرفض الدولي للأسد، إلى أي مدى ساهمت مواقفه واستجلابه الميليشيات الموالية لإيران من العراق في نسف أي حل سياسي في سوريا؟ هذا النظام يعيش باتجاه يعني على الحرب. الوقود لاستمرار هذا النظام هو القتال وهو دخول هذه الميليشيات. الميليشيات الإيرانية لا تزال متواجدة وبكثرة، وهناك توجه إيراني كبير باتجاه الاقتصاد، باتجاه الثقافة، باتجاه التشيع، باتجاه الميليشيات العديدة التي متواجدة في سوريا. فإيران والنظام لا يكترثان بأي قانون دولي، لا يكترثان بأي دعوة من أجل إعادة اللاجئين أو إعادة الإعمار أو تنفيذ القرارات الدولية. وهذا ما رأيناه في الجولة السادسة من اللجنة الدستورية حيث نتجت لا شيء وفشلت، وهناك دعوات للجولة السابعة. وبالأمس قال بيدرسون بأن الحل السوري لا يمكن أن يكون من خلال اللجنة الدستورية. إذن المجتمع الدولي اليوم هو مدعو للوقوف في وجه جرائم هذا النظام، في وجه التمدد الإيراني والتغيير الديمغرافي، في وجه الميليشيات العابرة التي أتت بها إيران من أجل القتل وإذلال الشعب السوري والإحلال مكان الشعب السوري الحقيقي. لماذا تركز الميليشيات الموالية لإيران على بادية دير الزور بالتحديد وتريد الاستحواذ عليها في ظل حديث المرصد السوري عن سقوط قتلى للميليشيات، خصوصا ميليشيا النجباء هناك؟ هذه الميليشيات وإيران لديها يعني هدف استراتيجي. هذا الهدف الاستراتيجي هو أولا مد خط إمداد من طهران وحتى البحر المتوسط لتغذية كل الميليشيات الإيرانية والطائفية في سوريا وفي لبنان. لذلك تعتبر منطقة دير الزور وخط من البوكمال والميادين الطبيعي لسلوك هذه الميليشيات عبر العراق، حيث الطرف الآخر هناك الحشد الشيعي أو الشعبي متواجد في تلك المنطقة التي يسهل دخول الأسلحة ودخول المنتجات ودخول أي شيء. لذلك أن يتم السيطرة على هذه المنطقة والتغيير الديموغرافي فيها واستغلال حاجة الناس من أجل التشيع أو من أجل إمداد هذه الناس في تلك المنطقة في بعض الاحتياجات المادية أو عن طريق الإغاثة أو عن طريق بناء مدارس أو تغيير أسماء الجوامع وغير ذلك من هذه السياسة التي تنتهجها إيران. فقط الهدف هو
السيطرة على هذا الشريان الهام، والبادية السورية هي الطريق الطبيعي لتهريب السلاح وتهريب المواد والمخدرات إلى سوريا. لذلك نرى بأن الطريق الذي يمتد من تلك المنطقة باتجاه البادية الشولة باتجاه السخنة باتجاه تزمر يتعرض دائما لهجمات من أبناء المنطقة، وربما يتم الحديث عن تنظيم الدولة في تلك المنطقة. هناك خسائر كثيرة في الميليشيات في هذه المنطقة. لذلك دعنا نذهب إلى سؤال آخر سيد أحمد، يعني إلى أي مدى تعتقد بأن أمريكا جادة بإنهاء وجود الميليشيات الموالية لإيران في سوريا؟ سيد أحمد هل تسمعني؟ سيد أحمد على ما يبدو أننا فقدنا الصوت مع السيد أحمد حمادة المحلل العسكري والسياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.